أعلن إدارة مستشفى جنين إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى ونقل المرضى إلى نابلس لحين الانتهاء من الأزمة الحالية. وأوضحت المستشفى أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بسبب تدمير خط الكهرباء المزود له، مشيرة إلى أنه نظرا لأن الأحمال الرئيسة تفوق قدرة المولدات الكهربائية تم دمج عدة أقسام مع بعضها وإيقاف التكييف وتشغيل محطات الأكسجين جزئياً.